الاتحادات ناس كثيره بعت لي جدا، هنفتح ملف الدراجات سريعا بعد دقائق، ومش هسيبكم. 22 اتحاد دخلوا سباق الاولمبيات، الناجح فوق دماغنا والفاشل. حتى لو لم، عشان اقول لك اهو، وانا هنا هاخد كلمات سريعه من الاستاذ محمد مهدي في ده، يا معالي الوزير، حتى لو لم الدنيا لا نجد فيها مستكتفة ماليا، هنتهم الناس دول؟ الاداء ما فيش حد هيترقم حتى لو سلمنا للراي العام. يا محمد بص، عندك حق، لانه جزء كبير من اللي انت قلته يعني اعتقد ان ده اللي هيحصل، لانه الورق متستف ومش عايزين يعني نخوض في وانا على فكره بحب ان انا اكون صادق يا محمد، بحب اتقعك على الناس. احنا بنتكلم في جزء فني. خدت ايه؟ صرفته فين؟ عملت نتائج ايه يا كابتن؟ فبالتالي انه الطبيعي لاي اتحاد محترم انه عندك 3 4 5 لاعبين متاهلين، اللاعب بيقعد مع المدير الفني، مع اللجنه الفنيه، مع الاتحاد، بيعمل الخطه بتاعته لحين الوصول للاولمبياد. هل انت الخطه دي اتعملت؟ هل انت مشيت على الخطه دي مظبوط؟ اشتركت في البطولات اللي اللاعب طلبها او اللي هي تؤهله او تقويه؟ جبت له المدرب اللي هو عايزه وصرفت عليه زي ما هو عايز ولا لا؟ هل لو انت عملت كل ده هتوصل لنتائج انك انت بتعمل بتجيب ميداليات؟ لا، انت في نص الطريق في حاجات وقعت منك، زي ما احنا شفنا اللعيبه كتير طلعت اتكلمت، واللي ما عندوش مدرب من 9 شهور، واللي الاتحاد نسي يبعت اسمه في السفريه، واللي نسي مش عارف يعمل ايه، والقصه دي. فبالتالي ان كل ده لازم الاتحادات تحاسب على المشاريع. الحاجه الثانيه يا استاذ مصر اللي هي مش عجباني للامانه، والكابتن ايمن شاركنا في ده، انه حاله السجال يا كابتن ايمن على السوشيال ميديا بين اللعيبه وبين رؤساء الاتحادات، دي حاله احنا اول مره نشوفها، انه لاعب يطلع يتكلم فرئيس الاتحاد يطلع يرد عليه. النهارده رئيس اللجنه الاولمبيه وتعليمات الوزير للجنه الاولمبيه بوقف هذا الجدل، حتى لدرجه ان معالي الوزير الدكتور اكرم صبحي قال لهم الوزاره فاتحه ابوابها ليكم وتلقوا دعم من الرئيس شخصيا، تعالوا وقولوا ايه اللي واجهتوه. وانا بلومهم، يعني انا كلمت ناس منهم كلهم يقولوا لي احنا بنروح مكتب الدكتور اكرم بلا مواعيد وبندخل على طول. طب ما انت قول الوقت ده لا، وبعدين في حاجه مهمه، انت بعد الاخفاق جاي تقول الكلام ده؟ لا يا بكتا، لا هو من حقه يا كابتن يقول بعد الاخفاق او قبل الاخفاق. معلش، لا الطبيعي ان هو يقول بعد الاخفاق. لا الطبيعي، الطبيعي ان هو يحارب ما يبقاش مشتت ذهنيا. ولكن ولكن حاجه بعد اذنك، انا مضايقني حاجه، احد الابطال بكلمه النهارده وهيكون ضيف الاسبوع اللي جاي، قال لي، قلت له طيب هل انت وجدت صلب؟ قلت عشان اوصل للوزير، يعني مسؤول في الوزاره ما قبلكش. قال لي للامانه انا كنت بروح للدكتور اشرف بلا مواعيد ويستقبلني شخصيا. طيب يا جماعه، ما هو اللي شجعهم الرئيس. فقامت الرئيس ربنا يكرمه لما اتكلم، ممكن يكون ناس كانت فقد الامل في الحساب، بس لما انت تيجي تقول لي الوزير فاتح ابوابه ليك ولا يتاخر وحلل لي كثير من المشاكل، لماذا انتظرت؟ لا، وفي نقطه مهمه جدا، احنا في اولمبياد طوكيو احنا حاسبنا الناس؟ لا ما احنا كنا جايبين كم ميدالية؟ كام؟ كنا جايبين ستة. ده انجاز. تمام. يعني بس ما حسبناش الفاشل. الناس بقى، الناس اللي اشتغلت على نفسها من اولمبياد طوكيو، اوكي، زي احمد الجندي وزي صاله وزي اتحاد السلاح وزي السلاح، واشتغلوا على نفسهم. احمد الجندي كان واخد فضيه في طوكيو، ما شاء الله، صح، اشتغل على نفسه ذهب، صح وما شاء الله من كلامه، من الاسلوب الجميل اللي بيتكلم بيه، ان هو بعد الاولمبياد مباشره بيجهز نفسه لنسخة. خلي بالك يا كابتن، الخماس الحديث دي اصعب، لا يعني الميداليه بتاعته بخمسه، انه بيلعب 5 لعبات، الخماس الحديث ده اصعب من اي حاجه ثانيه. كافئه اخر نسخه للاولمبياد فيها الخماس الحديث بالفروسيه، دخل التاريخ. طب خلاص، يعني بص، التاريخ قفل على احمد الجندي، زي محمد علي رشوان، ربنا يديله الصحه والعافيه، العظيم اولمبياد لوس انجلوس، فاكر 84، محدش ينسى، قفلت الاخلاقيات الرياضيه عليها هذا العظيم محمد رشوان. ولا والجندي كمان، يعني دي بطوله، دي لعبه صعبه جدا جدا جدا، بطل دي لعبه صعبه جدا جدا جدا. يعني سنفتح كل الملفات، 22 اتحاد وسته فشلوا ما وصلوك اصلا، دول يحترموا نفسهم ويستقيلوا. انا عايز اقول لك يا استاذ عبد الناصر، عايز اقول لحضرتك على معلومه مهمه، اكتر من نص الاتحادات دي الانتخابات اللي جايه مش موجوده ان شاء الله. اكتر من، لا دي معلومه، مش توقع. اكتر من نص الاتحادات دي يا كابتن ايمن في الانتخابات اللي جايه كلهم مش موجودين. اكتر من نص الاتحادات، بتتكلم في 15 او 16 اتحاد مش موجودين الانتخابات اللي جايه. طيب اللي هيجي ينزل الانتخابات اللي جايه
الناجح فقط. أيوة. وانا بقول لحضرتك اهو قبل الاعلان النتائج وقبل كل شيء، لانه خلاص الدوله حطت ايديها على الملف، لانه الناس بدات تتكلم وفخامه الرئيس تدخل في القصه، فبالتالي انه اللي كان بيحصل قبل كده ونسكت والطرمخه والقصه ده مش متاح. طبعا. عشان كده بقول لحضرتك انه موضوع الشرشحه اللي بيحصل هو ما بقيش جدل بين اللعيبه وبين الاتحادات، بقى شرشحه، لانه اللاعب بيطلع يتكلم فالاتحادات بتطلع ترد عليه على السوشيال ميديا وفي الاعلام وعلى اخره. معتز عاشور بيقول لي رابع الاولمبيات انت بتداري فشلك، انت اللي فاشل يا معتز، وهنا بقصد اداريا انت فوق دماغي كشخص، لكن انت اللي فاكر لما ترد على رابع الاولمبيات وعمر عصر تقول له انت بتداري فشلك واخوك مدير فني ووالد اخوك اداري المنتخب. يا لهوي، عايز اقول لحضرتك يا صعب ناصر، شوف شوف يا صعب ناصر، شوف الفرق بين العقليه بتاعته والعقليه بتاعت عمر عصر. عمر عصر بعد القرار بتاع السيد الرئيس قال لك انا مش هتكلم تاني طالما الرئيس كلف ووجه بالتحيات، انا مش هتكلم خالص غير بعد اعلان النتائج. فادي الفرق بين اللاعب عمر عصر البطل اللي رابع العالم، وادي الفرق بين رئيس الاتحاد بيعمل ايه. الحاجه الثانيه، فريده عثمان بطله مصر في السباحه لما طلعت اتكلمت، رئيس اتحاد السباحه اللي هو رئيس اللجنه الاولمبيه نص ساعه في المداخله اتهامات لفريده عثمان. المدير التنفيذي لاتحاد السباحه اللي هو بالمناسبه قريب ياسر ادريس ابن خالته او ابن حاجه كده يعني، بيشرح لها على السوشيال ميديا ولا انت ساكنه في زايد وانت احنا بنديكي فلوس وانت بتديها من جيبك، انت بتاخد من فلوس البطله. انا بسمع بي بي والله بطله الدوله بتدعمها، انت ما بتديهاش من جيبك حاجه، انت موظف يعني ايه تقول لها اصلا على السوشيال ميديا احنا بنديكي فلوس، بتديها فلوس من جيبك وانت ساكنه في الحته الفلانيه، ويخلي السوشيال ميديا عنده تكتب ده احنا بنديها $3,000 في الشهر مش عارف راتب وبتاع. فالامور وصلت لانه بقت شرشحه على السوشيال ميديا، مش انه اللاعب او البطل بيقول رايه والاتحاد بيرد عليه بادب وباحترام، لا بقى في شرشحه على السوشيال ميديا وانه الاعلام بيتناقل ده. فبالتالي احنا وصلنا لمرحله انه الرئيس كلف، الوزاره شغاله، الجهات شغاله، في تحقيقات يتم اعلانها، الكل يسكت لحين اعلان النتائج. طيب. بعد اعلان النتائج اللي عايز يتكلم. طيب يمكن احنا فقرة الاهلي دخلنا في الموضوع ده فانا هكمله. الشرشحة عجبتني الكلمة، وانا احترم رضا عثمان لانها بطلة، ونحترم اولادنا ونقومهم على فكرة. كل اللي اخفقوا في السلاح لو ربنا احياني اللوس انجلوس 28 هيجيبوا لمصر ذهب وفضة بإذن الله، مش برونز، لكن بقول لك لان ارقامهم مذهلة، ارقامهم مذهله. احنا كنا بنروح اتحاد السلاح ده ناخد على قفانا ونروح، ما حدش يزعل مني. النهارده لما اخد برونزيه وعندي اربعه عاملين ارقام عالميه كانوا من المفترض ياخدوا ميداليات، دول املي في ميداليات ذهب الدوره اللي جايه باذن الله، بس اشتغل عليهم من الان. انا ما اعرفش مين الاسم رئيس اتحاد السلاح، بس اكيد نادر عبد المنعم الحسيني على المطار. اسمه ايه؟ عبد المنعم الحسيني على المطار. والله ما اعرفه، ولذلك سؤالي بكل جراه، هل يتعرض الدكتور اشرف صبحي الحرب معلنه وخفيه من اللي انت بتقول عليهم اللي هل زي هجمه فريده؟ ما كل اتحاد عنده رجالته. نحميه ازاي؟ نحميه رقابيا ازاي؟ عشان الناس تبقى فاهمه ان الحمله كل اتحاد عنده مجموعه تيجي تمس رئيس الاتحاد يخاف على السبوبه يقطع في الوزير. طبعا. لازم نبقى صراحه قدام الراي العام. طبعا طبعا، لان انت ذكرت حاجه في بدايه الحلقه صعب ناصر مهمه جدا يا كابتن ايمن، اللي هي انه الناس كانت بتوجه السهام في البدايه للوزاره وللحكومه. لا، الوزاره عملت شغلها، لان في النهايه هو دور الوزاره ايه؟ انا يعني الوزاره ممثله في الدوله. فبالتالي ان الوزاره دورها بوفر لك، انت عايز ميه بوفر لك، بجيب لك ازازه الميه، وانت بتعمل البرنامج الفني بتاعك، التقرير الفني بتعرضه على اللجنه الاولمبيه وعلى وزاره الشباب والرياضه، واشتغل نجحت او فشلت. فبالتالي انت اللي ناجح او انت اللي فاشل. انا كدوري كدوله او كوزاره قدمت اللي عليا، صرفت عليك ماديا. امتى تلومني؟ لما اجي اقول والله العظيم ده انه اتحاد السلاح ده او اتحاد رفع الاثقال او اتحاد تنس الطاوله والله طلب مثلا 500 جنيه عشان سفريه مش عارف فين البطل يروحها، والوزاره ما ادتلوش الفلوس او ما وفرتلوش الدعم المادي ده، ساعتها الوم الوزاره. لكن طالما انه كل الاتحادات ال 22 اللي شاركوا في الاولمبيات والسته اللي ما شاركوش كلهم اتكلموا قالوا ان احنا كل الدعم المادي اللي طلبناه من الوزاره اتوفر لنا على 8 دفعات بالظبط، اتوفر لنا. فبالتالي
دور الوزاره خلص، دورك انت كاتحاد عملت ايه بقى في الفتره دي من زي ما قال الدكتور شاذ من 22 لحد الاولمبياد؟ عملت ايه؟ هل مشيت في الخط اللي كان مرسوم صح؟ هل وقفت مع الابطال دي؟ هل انت حققت ميداليات في الاولمبياد ولا لا؟ تتحاسب على كل ده. فبالتالي انك انت لما تيجي توجه سهام النقد للاتحادات الفاشله هنا هتقدر تجيبها يا استاذ عبد الناصر مربط الفرس. لا عرفنا مين الاتحاد الناجح فبندعمه اكتر. لا وعايزين نقول للراي العام ان في كتائب الكترونيه طبعا تجمع الاتحادات وتحصل على مميزات بالظبط لصالح الناس دي ما تمشيش. فما تصدقش اي حد يقول لك معلومه ضد الوزاره او الوزير او الدوله او الحكومه. بص عارف انت اللي اربك المشهد الرئيس، تدخل الرئيس اهتم بالملف ده جامد جدا، سك امان للمحاسبين. يا بكى كل دوره الناس تقول لك ايه ما كملتوش ليه؟ يا بكى دوله عميقه في الفساد. ايوه كانت الهجمات تك تك الناس تتراجع صح. لكن الرئيس اعطى سك الامان والقوه بالظبط. لا وفي نقطه مهمه جدا لازم برضو كلنا نبص لها في الالعاب كلها، ان انت في قاره افريقيا في مستويات انت معديها بكتير جدا بالزبط. فبتنجح وبتوصل اولمبياد صح. لكن العالميه دي مختلفه جدا بشكل بالزبط. يعني انت لما بتوصل اولمبياد عن قاره افريقيا ده موضوع سهل جدا بالنسبه لك تمام، ودي حاجه عاديه واخد بالك. لكن لما بتوصل بقى اولمبياد لا اللعيب البطل الاولمبي تمام مختلف نهائي تمام. أيوة أيوة بس وشفنا انت شغال كلنا شفنا الاولمبياد عامله ازاي كابتن ايمن. انا فاهم ده كويس بس انت في النهايه شغال على البطل الاولمبي ده انه يبقى عالمي وشغال ان هو بعد ما بوصل اولمبياد انت بتعده ان يبقى بطل ينافس البطل بطل اللي هو الاولمبي التاني. انا خلاص عديت مرحله ان انا بطل افريقيا لا دخلت في مرحله تانية ان انا بنافس بطل اولمبي طيب. وانا موفر لك كل الدعم ده طيب عشان بس صفقات الاهلي وهذا ملف مهم عندنا في الفرقه برضه عشان ما يعني في في حاجه مهمه جدا لازم نقولها بالنسبه لكرة اليد اتحاد كرة اليد هايل واتحاد المصري لكرة القدم انجز الاثنين عملوا نتائج صح. دول صح. عملوا نتائج جامدة جدا صح. جدا صح. جدا في والاكثر هو القدم لانه ما كانش حد ما فيش ولا واحد كان متوقع ان منتخب القدم كلنا كلنا زعلنا على 6-0 قدام المغرب طبعا. لكن لازم تفتكر كويس جدا في كاس العالم البرازيل مستضيفة كاس العالم خسرت من المانيا 7-1 على ملعبها 7-1 على ملعبها صح. اوكي طيب معي ومعكم ملف الدراجات قبل ما اروح للاهلي بشوقكم لان الاهلي عندنا منفردات مهمه جدا جدا جدا.